ممكن تقفلوا بس. اقفل الكهرباء. اقفل الكهرباء. على الكهرباء الكهرباء في مدينة اكتوبر الجديدة. تعرف منه على كيف هو خريج هندسة. بيحاول يبدع في تزيين غرف الكهرباء في المدن الجديدة. زي ما حكم شايفين هو قرب ينتهي من دراسة محمد صلاح. ودي غرفة الكهرباء زي ما حكم هتشوفوا معانا دلوقتي في مدينة اكتوبر الجديدة. وعمل اكثر من غرفه كهرباء زي رسم الجرافيتي. احنا النهارده امام الغرفه اللي موجود عليها رسمه محمد صلاح. مقابله لملعب كره القدم هي المدينه زي ما حضراتكم شايفين معانا. مساء الخير، ممكن تعرف بيه؟ مساء النور. ايه الفكره يعني؟ الفكره في رسم الجرافيتي عموما، انا اولا انا اسمي احمد عطيه، للدراسه الاساسيه هندسه، اشتغلت شويه في مجال الهندسه، وبعد كده شدني قوي رسم الجرافيتي والرسم على الجدران بشكل عام، تمام؟ فخدت الخطوه ديت من كام سنه فاتوا، حوالي 3 4 سنين فاتوا، خدت الخطوه ديت وبدات ان انا اشتغل على نفسي واتدرب كويس على الرسم بكل انواعه، سواء الجدران او لوحات بمختلف انواعها، حتى الملابس كمان كنت بشتغل عليها. الفكره بتاعت رسم الجرافيتي شدتني لسبب انها بتقدر انها توصل فكره معينه للناس. لو انت في دماغك فكره معينه للناس عايز توصلها بشكل حضاري او بشكل كويس، تقدر ان انت توصلها للناس بسهوله. تاني حاجه انها بتساهم في تجميل الشوارع وفي تجميل المدن، بتضيف لمسه جماليه بصراحه، يعني بتبقى عامل الجمالي في الشوارع وفي كل المناطق المحيطة بينا. موضوع الرسم الجرافيتي تحديدا هنا في المكان بدأ معايا لما يعني حد مسؤولين من جهاز مدينة اكتوبر الجديدة تواصلوا معايا وقالوا لي احنا عايزينك تنفذ لنا شغل جدران على محولات الكهرباء، بدل ما الناس عمالة تشخبط عليها ولزقوا عليها اعلانات وشكلها بصراحة يعني غير حضاري حتى في المكان. بصراحة أنا برضو يعني عجبتني الفكرة، قلت ليه لا أن أنا ما ساهمش في حاجة زي كده، أن أنا برضو أضيف برضو لمسة جمالية في المكان دوت، خاصة المكان هنا جديد، البلد ما شاء الله يعني صرف عليه ومباني جميلة جدا ومشروع متكلف. قلت ليه لا أن أنا برضو ما ساهمش في حاجة زي كده، أن أنا برضو أحافظ على الجدران اللي موجودة في المكان وأجملها، خاصة الجدران اللي هي المهملة، ممكن تكون مهملة زي محولات الكهرباء هنا. بالنسبة للرسومات ديت، الاختيارات بتتم مثلا في حاجات معينة أنا بختارها، تمام؟ في حاجات هم مثلا بيعرضوها بيقترحوها مثلا عليا أو أنا بقترحها عليهم، وبتحصل مثلا إن احنا بنتوافق على حاجات معينة وببدأ أنفذها. مثلا زي صورة محمد صلاح دي نفذناها هنا علشان هي قريبة من النادي هنا وفي ملعب كورة هنا جنبنا، فاخترنا حاجة تناسب اللوكيشن اللي هي موجودة فيه، فرسمت صورة محمد صلاح هنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وكتبنا برضو جملة يعني بحيث انها برضو تكون قدوة للشباب حتى والاطفال حتى اللي بيجوا المكان يلعبوا فيه، كتبنا الرياضة اخلاق، تمام؟ ورسمنا محمد صلاح. رسمت محمد صلاح هنا لان محمد صلاح من الشخصيات طبعا العالمية المحبوبة عند الجميع، يعني ما فيش حد اختلف عليه، وهو بصراحة قدوة لناس كتير. ف يعني الخطوات بقى اول ما تحب ترسم لوحه على كريم الكهرباء بتبدا ازاي؟ يعني بتاخد وقت قد ايه؟ وايه المواد المستخدمه؟ بالنسبه للغرفه، الغرفه بتاخد فرنج من 3 ايام ل 4 ايام شغل، حسب برضو الرسم اللي عليها وحسب شكل الرسم اللي عليها. بالنسبة للخامات المستخدمة على الحيطان ديت، الخامات هي عبارة عن خامات مائية كلها، خامات بلاستيك علشان تناسب طبيعة الجدران نفسها، وفي خامات تانية بستخدم خامات دوكو برضو.
الخامات ديت انا بجهز درجات الالوان الاول حسب الرسمه اللي انا هنفذها، بس بقى بدرب درجات الالوان الاول، بجهز كل درجات اللي انا هشتغل بيها تمام. طريقه التعامل مع الجدران ديت، لان زي ما حضراتكم شايفين الجدران هنا صعبه جدا، عليها حجر وجدران خشنه، مش جدران مستويه او ممهده للرسم، يعني دي من اصلها كويسه زي ما حضراتكم شايفين. ببدأ بقى استخدم المسدس الرسم اللي حضراتكم شايفينه دوت. المسدس ده يعني ليه انواع كتيره ومختلف وليه احجام كتيره حسب الشغل اللي حضرتك هتنفذه. ممكن نشوف كده مع متابعي اليوم السابع ازاي انت بتنهي اللوحه الجميله اللي انا طبعا بستخدم المسدس لانه هو انسب حاجه للاسطح اللي هي الصعبه ديت تمام. فانا بستخدم المسدس بقى يعني بشتغل بقى على درجات الظل. اول حاجه انا بحدد الرسمه، اول حاجه انا بحدد الرسمه دي كنسب وكل حاجه فيها مثلا بطباشير مثلا او حاجه معينه تمام. بعد كده انا ببدا اظلل والون وادي التفاصيل بتاعت الظل والنور من خلال المسدس بتاع الرسم تمام. انا دلوقتي حاطط درجه مثلا جراي مثلا تمام، درجه من درجات الجراي. انا بشتغل مثلا على درجات الجراي بالمسدس بتاعي تمام. يعني مثلا يعني منطقه زي كده انا بديها درجه الجراي بتاعتها، منطقه زي كده انا بديها درجه الجراي بتاعتها، هل منطقه زي كده اسود انا بديها الاسود بتاعها تمام، حسب برضو للمنطقه اللي انا هلونها. انا معايا مثلا في المسدس ده درجه جراي فاتح تمام، وانا هشتغل مثلا بيه على المنطقه ديت والمنطقه دي، المناطق الظل في المناخير، مناطق الظل حوالين العينين، مناطق الشفه مثلا فيها الدرجات اللي هي الجراي زي كده مثلا. انا مثلا عايز اظلل مثلا المنطقه دي تمام، فانا بديها الدرجه اللي هي بتاعه الجري. هو بس ايه المشكله بس ان هو اللي هو فاصل تمام. زي ما حضراتكم شايفين متابعي اليوم السابع احنا في مدينه اكتوبر الجديده. خلاص افصلوا 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 روحه ثانيه على كابينه الكهرباء. اشرح لنا بقى اللوحه دي خدت وقت قد ايه؟ في دماغي ما كنتش برسم حاجه معينه، انا مجرد ان انا جمعت فكره في دماغي كاشكال بغبغانات، ازاي ان انا يعني ازاي ان انا ادخلها جوه منظر طبيعي زي كده او جوه اشجار، كانها مثلا جزء من غابه او جزء من حاجه شجريه كثيفه مثلا. انا جمعت المنظر في دماغي تمام، وبعد كده بدات ان انا احدده على الحيطان مثلا بلون اسود تمام. بعد كده انا ببدا ان انا الون بقى، يعني بدي الخلفيه السحاب السما الاول تمام، بعد كده بخش مثلا على البغبغانات او الشجر الاول، بعد كده البغبغانات ببدا بقى اظبط الالوان بتاعتها بدرجاتها، بدي اساسي الاول درجه اساسي الاول، بعد كده بدي الديتيلز دي التفاصيل تمام، الفاتح الغامق الغوامق الديتيلز بقى اللي هي بتبين بقى الريش اللي بتبين بقى كل حاجه في الرسمه نفسها، يعني سواء من ار او ديل او كده. الديتيلز بقى بتاعت الشجر نفسها، الظل والنور كل دوت انا ببدا بقى ادي التفاصيل، بيبقى في لون اساسي الاول في الارض، في برميل الاول في الارضيه، وبعد كده انا بدي بعد كده الايه التفاصيل نفسها سواء الفواتح او الغوامق، دي بقى اللي بتدي التفاصيل بقى بتاعت الرسمه نفسها تمام. دي بالنسبه للجداريه ديت. خدت وقت قد ايه بقى؟ الجداريه ديت اخدت حوالي ثلاث ايام شغل. ثلاث ايام شغل الجداريه دي. عملت كام جداريه هنا بقى؟ انا عملت بالنسبه للغرف عملت هنا حوالي 15 غرفه، كل غرفه فيها حوالي من 3 ل 4 جداريات تمام، فبتتكلم تقريبا في حوالي اكتر من 40 جداريه، اكتر من 40 جداريه تنفذوا هنا في خلال شهرين. في خلال شهرين بعد ما كنت شايف الاول كابينه الكهرباء بشكل جمالي. انا حتى لما باجي قبل ما بشتغل انا بصور الحيطان دي قبل ما بشتغل عليها، يعني انا بصورها صوره قبل وبعد ما بشتغل عليها بصورها بعد الشغل. في حيطان يعني قبل ما اشتغل عليها كانت عليها شخبطه وكلام وحاجات ملصقات كده اعلانات، وكان شكلها بصراحه يعني وحش جدا. بعد كده انا بنزل حتى الصور مع بعض، يعني بنزل الصوره قبل والصوره بعد، فالناس نفسها بتدخل تشوف الفرق صراحه، بيبقى فيه فرق شاسع في المنظر نفسه بتاع الجدران طبعا، فبيبداوا ان هم يعني ايه تعجبهم الفكره وبيشكروا حتى اللي نفذها يعني تمام. انت نفسك في ايه وطموحك ايه؟
انا نفسي بجد نفسي اشارك في تجميل يعني كل المدن الموجوده في مصر، خاصه المدن الجديده. نفسي ان انا اشارك في تجميل الجدران، اضيف لمسات جماليه في الجدران. نفسي يبقى ليا بصمه في كل الشوارع بتاعه المدن الجديده، تمام. اوصل حتى لو في فكره معينه عايزين نوصلها للناس، نوصلها لهم بطريقه حضاريه عن طريق الرسم، الرسم الجداري الجرافيتي على الجدران، تمام. وطبعا انا يعني ما انساش ان انا اخص بالشكر المسؤولين اللي هم تبنوا الفكره هنا في المكان، المهندس وليد عبد الرحمن نائب رئيس الجهاز، هو اللي بيدعمنا بصراحه وهو اللي تبنى الفكره ديت، والمهندس ضياء اللي بيتابع معايا الشغل دوت، المدير التنفيذي للمشروع. انا بصراحه يعني بخصهم بالشكر لان هم اكبر داعم صراحه هنا في المكان للشغل دوت، وهم اللي متابعينه صراحه يعني فكر شبابي يعني. فاضل كام جداريه كده بقى في المدينه؟ فاضل هنا، لا هو فاضل كتير صراحه يعني، فاضل الجداريات كتيره جدا يعني، والناس كلها بتطلب مني كل شويه يسالوني طب امتى هتعمل قدامنا، طب امتى هتخش جوه، طيب تنفذ. هم حتى الناس مستعجلين، حتى نفسهم كلهم يعملوا كل الغرف اللي قدام العمارات بتاعتهم، بس طبعا الامكانيات حاليا او الوقت مش يعني ايه، الوقت بيبقى صعب شويه ان انا ايه اشتغل بسرعه، لان الشغل الرسمي ده بياخد وقت جامد. زي ما حضرتك شايفين متابعي اليوم السابع، احنا النهارده في مدينه اكتوبر الجديده، زي ما حضرتك شايفين الجداريات بتتم رسمها بشكل جمالي داخل المدينه. كل لوحه طبعا بتاخد وقت معين يعني. يعني دي الجداريه دي اكتر جداريه اخرت وقت يعني، هي الغرفه بتاخد في رينج 3 4 ايام، الجداريه دي بس لوحدها اخرت 3 ايام لوحدها، الجداريه اللي ورايا دي. طب انت بتشوف بقى الاطفال وردود الافعال بقى بعد الانتهاء من الرسم؟ انا بكون فرحان جدا بردود الفعل بصراحه بتاعت الاطفال والناس، خاصة الأطفال بيكونوا معجبين جدا بالرسومات ديت والشغل ده والألوان المبهجة ديت، بيقولوا لي يعني طب يعني احنا نفسنا نبقى زيك، نفسنا نطلع زيك أو نرسم زيك كده على الجدران أو كده. حتى نفسهم بلاقي الأطفال بدل ما كانوا بيشخبطوا على الحيطان، لا بلاقيهم فعلا بدأوا يحافظوا على الحوائط. أنا كنت بشوف عيال صغيرة بيمسكوا أي حاجة على الأرض ويشخبطوا بقى على الحيطان، دلوقتي لا بلاقي الأطفال نفسهم بدأوا يحافظوا على الحوائط اللي مرسومة، اللي هم أصلا عاجبهم الرسم وعاجبهم الشغل. بشكرك. العفو.